اليوم باش نحكيو على الغكور بسيل 1705 دو لا جام اسانسييل. لو غكور بسيل نستعملوه بور دوني اون كوربور للشوافر نتاعنا باش تبدا حلوه وقت اللي نعملوا الماسكارا، وقت اللي نعملوا دي فوسيل والا لا. هو ايديالمون نستعملوه قبل ما نحطوا الماسكارا باش نستعملوه، سي تري فاسيل. دونك نشدوا الغكور بسيل هكا كي المقص نحطوه، دونك ندخلوه حتى للغاديسيل، ومن بعد نسكرو لو ريكوربسيل على الشوافر اي نخليوه ان طون دو بوز. دونك نجمو نحسبو حتى العشرة ومن بعد نسيبوه باش يبداو لي سيل ريكوربي بالكدا. تنجمو تحلوه شويه، تخرجوا الشفره شويه وتجيو في وسط الشفره وتعاودوا تحطوه وتسكروه ونعاودوا نحسبو حتى العشرة. اي انفان كيف كيف في البوينت الاخرانيه نتاع لي سيل باش يبداو ريكوربي بالكدا. لو ريكورب سيل او ال اف اي فورني افيك ان دوزيام تامبون ان سيليكون باش تبدا ديما عندكم وحده دو ريشانج تحت يدكم باش يبدا لي في نتاعو حلو وغابيد. تنجمو تسخنوا لو ريكورب سيل نتاعكم شويه او سيشوار، دونك ما تقربوهش برشا باش ما يسخنش برشا ويحرقكم. اي اون ديستانس هكايا تحطوا لو سيشوار نتاعكم وتسخنوه كلكو سكوند باش لو تامبون هذايا يسخن ويشد لو سيل بالكدا اي لو ريكورب الشفره بالكدا. هذا هو لو ريكورب سيل او ال اف. اذا كنت تحبوا تتابعوا لي زاكتواليتي نتاعنا نيزيتي با ان نسويفر سور نوتر باج فيسبوك، حتى نحط لكم لو ليان ان بار دانفو. ا بيانتو شي او ال اف.